بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من القصص التي نحتاجها وينبغي أن نربي عليها أبناءنا في زمننا هذا، إنها قصة نجم الدين أيوب أمير تكريت. لفترة طويلة يسأله أخوه أسد الدين شيراكوه قائلا: يا أخي، لماذا لا تتزوج؟ فقال له نجم الدين: لا أجد من تصلح لي. فقال له أسد الدين: ألا أخطب لك؟ قال: من؟ قال: ابنة ملك شاه، بنت السلطان محمد بن ملك شاه السلطان السلجوقي، أو ابنة وزير الملك. فيقول نجم الدين: إنهم لا يصلحون لي. فيتعجب منه فيقول له: ومن يصلح لك؟ فيرد عليه نجم الدين: إنما أريد زوجة صالحة تأخذ بيدي إلى الجنة وتنجب لي ولدا تحسن تربيته حتى يشب ويكون فارسا ويعيد للمسلمين بيت المقدس. هذا كان حلمه. وفي يوم من الأيام كان نجم الدين يجلس إلى شيخ من الشيوخ في مسجد تكريت يتحدث معه، فجاءت فتاة تنادي على الشيخ من وراء الستار، فاستأذن الشيخ من نجم الدين ليكلم الفتاة، فيسمع نجم الدين الشيخ وهو يقول لها: لماذا رددت الفتى الذي أرسلته إلى بيتكم لخطبتك؟ قالت له الفتاة: أيها الشيخ، ونعم الفتى، هو من الجمال والمكانة ولكنه لا يصلح لي. فقال الشيخ: وماذا تريدين؟ قالت له: سيد الشيخ، أريد فتى يأخذ بيدي إلى الجنة وأنجب منه ولدا يصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. الله أكبر، نفس الكلمات التي قالها نجم الدين لأخيه. نجم الدين رفض بنت السلطان وهي رفضت ذلك الفتى الذي يملك مالا وجمالا، كل هذا من أجل ماذا؟ كلاهما يريد من يأخذ بيديه إلى الجنة وينجبان فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. فقام نجم الدين ونادى على الشيخ: أيها الشيخ، أريد أن أتزوج من هذه الفتاة. فقال له الشيخ: إنها من فقراء الحي. فقال نجم الدين: هذه أريدها. تزوج نجم الدين أيوب من هذه الفتاة ست الملك خاتون، وبالفعل من أخلص النية رزقه الله عز وجل على نيته، فأنجبت لنجم الدين ولدا أصبح فارسا أعاد للمسلمين بيت المقدس، ألا وهو صلاح الدين الأيوبي. هذا هو تراثنا وهذا هو تاريخنا الذي ينبغي أن نعلمه لأبنائنا وأن ندرسه في مدارسنا وجامعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.